مرحبا، اليوم راح نتكلم عن متصفحات الويب او يسموها الويب براوزرز. طبعا كثير منكم يعرف شنو معنى متصفح، يعني هو مثل برنامج يكون عندك داخل الحاسوب من خلال انت تستطيع تصفح مواقع الويب. فاني رشحت لكم اربع متصفحات، انت تستطيع تستخدم احدى هذول المتصفحات حتى تكمل ويانا الكورس. فخلينا نشوف بعض هذول المتصفحات اللي هو الكروم والفايرفوكس والسفاري والمايكروسوفت ايدج. انت تختار اي واحد من هذول، ما عندي اي مشكله. فخلني نشوف الكروم، طبعا هو يدعم الويندوز، فانت تستطيع تستخدمه اذا كنت يعني من مستخدمين نظام الويندوز. بس شنو الكروم يحتاج مواصفات، يعني خلينا نقول مو كلش عاليه، يعني متوسطه او اقل من المتوسط. فيعني مثلا اذا عندك رامات 4 مثلا على سبيل المثال ككل، فالكروم راح يشتغل وياك بشكل سلس، وتستطيع انه تكتب الكود وتفتح المتصفح بدون اي مشاكل. اما اذا يعني جهازك ضعيف مثلا عندك رامين او 3، فالافضل انه تستخدم فايرفوكس. بالنسبه للسفاري هو يعني مو للويندوز، هو لاجهزه الماك، يعني هي تابعه لابل. فانت اذا تستخدم ماك فالسفاري ما بي اي مشكله تستطيع تستخدمه. المايكروسوفت ايدج اللي هو يدعم الويندوز 10، يعني لزارات الويندوز الحديثه، فماكو مشكله انه تستخدمه، اللي هو اصلا راح يجي وياك يعني بالويندوز تلقائيا. فهذول اربع متصفحات، لانه مثل ما تشوفون الكروم والفايرفوكس هذول المتصفحات البقيه هذول متصفحات حديثه وايضا يدعمون الكثير من المميزات وما بهم اي مشاكل، ولهذا سبب انا اخترت هالمتصفحات. وطبعا اذا عندك اي متصفح اخر انت تستخدمه، ما يعني انا ما ذكرته بهذا الفيديو، جدا طبيعي، بس مجرد تتاكد انه المتصفح اللي راح تستخدمه يكون مواصفاته تتناسب مع الجهاز اللي عندك، وبالإضافة أنه يكون متصفح حديث، يعني مو متصفحات قديمة، فيجوز تواجه مشاكل داخل الكورس. وخلص استخدم هذا المتصفح اللي أنت تشوفه مناسب لك إذا ما كان موجود ضمن هذول الأربعة. شنو المتصفحات اللي ما أنصح بها؟ هو إنترنت إكسبلورر. طبعا هذا المتصفح جدا قديم، فإذا أنت يعني مثلا تستخدم يعني أول ما اشتريت عندك الحاسوب وشفت أنه أنت عندك فقط إنترنت إكسبلورر، فبكل بساطة اتابع الفيديوهات اللي راح اسويها ان شاء الله اللي هي بعد هذا الفيديو، راح اشرح بيها شلون تنزل هذول المتصفحات. فهاي لهنا انتهينا من الفيديو، التقيكم بالفيديوهات القادمة ان شاء الله، مع السلامة.